اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. العيد فرحه والعيد كحك، وانا طبعا متورثين عن الاجيال وعن اجدادنا وعن امهاتنا وعن اهالينا، والكلام ده مش موجود بصراحه غير في مصر وام الدنيا. يعني بنيجي في اخر العشر الاواخر من الشهر الكريم لازم كحك العيد ده بيبقى له طقوس وله حالات كده وله تفاصيل في كل بيت ونتباهى بيه من اسره لاسره، وده موجود لغايه دلوقتي، وده يعني بنعد ربنا على المصريين اكتر حاجه في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من القناه الاولى مزبيرو هنا واحنا على الكورنيش. اطمئنوا احنا معاكم النهارده في تفاصيل الكحك بتفاصيله كلها، سواء الساده ولا الملبن ولا العجميه ولا كحكه العيله اللي شيف البغازه هيفاجئنا بيها النهارده، وانا حابب اعملها ونصبح عليها الصبح كده صباحيه حلوه بكحكه العيله. هيكون فيها المستكة والشمر واللي مميزة شوية، هنعملها بالتفاصيل، ممكن نحط فيها شمر، نحط فيها قرنفل ناعم، جنزبيل، تفاصيل لكعكة العيلة هنعملها مع بعض. ولكن خلوني من خلال المقدمة الجميلة الحلوة دي أعيد على حضراتكم وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. كحك العيلة أو كحك العيد من أسرة لأسرة، ودي حاجة جميلة والكل يتباهى بيه وبنديها هدايا، والأسرة اللي بتعمل الكحك الأسرة التانية ما بتعملش فطار ويتباهوا مع بعض. ولكن خلونا نقول خمس علامات مهمين جدا في عمل الكحك، ودول تحطهم على باب التلاجة لما تيجي تعملي الكحك عشان ينجح معاكي وتبقي انت رقم واحد في العيلة تتباهي بيه حتى قدام حماتك. يا حماتي أول سادة ليكي فستكوا السنة دي وعملت كحك العيد لجوزي وعجبه، إيه هي؟ الدقيق يكون رقم واحد، رقم واحد الدقيق يكون فرزة أولى أو درجة أولى أو كحك أو دقيق يستخدم لجميع الاستخدامات أو لجميع الحالات، ده موجود في أي سوبر ماركت. رقم اتنين السمنة، ما تبخليش بنوع السمنة، السمنة اللي جايبها لك حماتك وهي جاية تفطر عندك في الأسبوع الأولاني من الشهر الكريم طلعيها واعملي بيها كحك العيد اللي هي ديت، أهي دي السمنة أو أصابع السمنة قبل ما تتقدح على النار بناخدها وتطلع معانا بالشكل ده كده، سمنة أهي أهي، جيب لي الاتنين دول يا شفيق كل سنة وأنت طيب، أهي دي سمنة لسه صوابع هيت بتسيع على النار بتطلع منها المرتة وتطلع منها السمنة، دي رقم واحد، رقم اتنين سوري، رقم تلاتة الفليفر الطعم. الكحك ده ريح على اي مكان، بهيل وحبهان اللي هو الحبهان او القرنفل يبقى واخد الطعم العربي الاصيل، واخد الشمر يبقى حلو واخد الطعم المصري. رقم اربعه ودي مهمه جدا كمان لازم تحط في الاعتبار، الفرن بتاعك تكون درجه حرارته متوسطه عشان ما يتحرقش منك ويبقى من جوه في عجين، لازم تستفيدي بالماده المتخمره اللي جوه الكحك اللي هي ايه؟ خميره او بيكنج باودر الاثنين مع بعض. رقم خمسة ودي مهمة جدا، نوعية الخميرة نفسها تبقى نوعية كويسة لأن دي بتعيش جوه الكحك وبتساعد على إنه يبقى طويل عمره طويل، يقعد عندك يوم واثنين وثلاثة وأسبوع، لو الخميرة مش كويسة يبقى الكحك ده طبعا هيبقى عمره قصير عندك في البيت، ونوعية السمن أهم حاجة، دول خمس حاجات وهنعرفهم في التفاصيل إن شاء الله، مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي شغل كتير في الحلقة، يا ريت نطبخ كل يوم ولا أعملش كحك العيد، هنطلع في فاصل صغير أو هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمايل الكحك. بيسالوني قبل ما نطلع دلوقتي استاذه رحاب هتبدا بانا ايه؟ ما شايف الكونتر مليان، في حاجات كتيره، بس لما نيجي للصراحه يعني الدقيق ده اساسي معانا، بيخش في كل سواء الكحك اللي هنعمله معمول او هنعمل كحكه العيله، وعندنا السميت الناعم ده اساس المعمول، معمول ده مشهور جدا في لبنان وفي سوريا، اخواننا الشوام معمول بالجوز، معمول بعين الجمل، معمول بالتمر وهكذا. ولكن الفليفر والطعم اللي انا حبيت ان هو نركز عليه اللي هو الشمر الناعم، القرنفل، المستكه، الحبهان، السمسم، عين الجمل المطحون، ريحه الكحك، التمر اللي انا معمله كور صغيره كده قد حبايه الحمص عشان يتحشل جوه الكحك، هو ده المختلف شويه. انا هبدا دلوقتي بمقادير عمايل كحكه العيله، منها هنتكلم عن كل انواع الكحك لان تقريبا هي مقاديرها نفس عمايل الكحك، والعجميه هنعملها مع بعض لان هحشيها عجميه من جوه. المقادير على الشاشه عندنا مقدارين، مقدار عمايل الكحكه نفسها ومقدار الحشوه اللي هي البوت اللي احنا نعملها اللي هي العجميه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مقادير الكحكه على الشاشه عباره عن كوبايه من الدقيق، بنحط عليها معلقه سميت ناعمه، بتاخد ربع كوب من السمنه البلدي دي عشان نعمل كحكايه صغيره على قد القالب بتاعنا، وبتاخد الفليفر بتاعنا مستكه وشويه شمر حلوين، وعندنا ريحه الكحك وهنحط لها شويه هيل ناعمين، ده بالنسبه للعجينه بتاعتنا الجميله نعملها. الخميره عندنا خميره دي اساسي طبعا، هتاخد معلقه سكر عشان تشتغل على طول وتطلع معايا بسرعه، دي رقم اتنين. اما بالنسبه للعجميه كالاتي، عجميه عباره عن عسل نحل ده اساسي،
وجوز اللي هو عين الجمل، ما عندكيش جوز او عين جمل حطي فول سوداني، حطي لوز، ما فيش مشكله، مش هيقول لا. ومعانا طبعا فص مستكه كمان لحشوه العجميه بتاعتنا، وسمسم، ومعلقتين من الدقيق. وتعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هبدا بيها العجميه، هنعملها مع بعض. معلقه سمنه حلوه اهي زي الفل، والسمنه مقدوحه عندي عشان نوفر الوقت. والسمنه بتسيح كده يا عم الشيف، هنحط فص من المستكه، تفاصيل بقى الصغيره في حشوه العجميه. ولما بقول لحضراتكم حقوق الطبع لدينا وبس، فصين المستكه دولت بيخلوا لك الحشوه اللي هو التوبنج بتاع الكحكايه نفسها مختلف. تسيح المستكه بالشكل ده كده، اشم ريحتها، دينا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. ريحه المستكه في قلب السمنه بتعلي من طعم السمنه اهي، الله على ريحه المستكه، حلو قوي. ننزل بالدقيق ونحمص الدقيق يا عم الشيف في قلب السمنه لغايه لما اشم ريحته، دي مهمه جدا على فكره. من الحاجات اللي العجميه تبقى ناجحه معاكي فيها انك انت تحمصي الدقيق اهو، ياخد لون يعني من الاخر اهو. دول كفايه، خلينا نزود شويه لان احنا عايزين نعمل كمان كحك بالعجميه، مش كحكه العيله وبس، دول كفايه قوي. تمام، ونقلبهم كده بمعلقه خشبيه، ما عدتش لا على بصل ولا على توم، واحنا شغالين كده اهو. شايفه التحمير بتاع الدقيق بتاع العجميه وانا شغال اهو. احط معلقه سمنه كمان زي الفل، واقلب، استنى عليها شويه لغايه لما الدقيق يتحبر. بص انا اقول لكم على حاجه، اوعى تقولوا لحد في مصر محدش بيعرف يعمل كحك العيد نهائيا، ده بالعكس لما حد بيسافر السعوديه، في الخليج، في الدول الغربيه، والمصريين بالذات بيبقى مدرسه هناك لعمال كحك العيد والاكلات المصريه اللي احنا عارفينها بجد. حتى لو قعدت في منطقه مثلا شيكاغو هتلاقوا اشهر واحد بيعمل كحك العيد ومعلم كل اهالي شيكاغو بعمال الكحك. قاعد في الصيد في كوانزو مثلا تلاقي ريحه الملوخيه بالارانب كل كوانزو بتشمها، وهكذا اهو. شايفين؟ يعني عايز اقول ان احنا شطار في كل حته نروحها. تحمير السمنه مع الدقيق ياخد تاخد لون كده، طعم المستكه غالب هنا اهو، التحميره دي مهمه جدا وانا شغال اهو. بس ما انزلش بالعسل دلوقتي ولا انزل بالسائل بتاعي الميه الدافيه غير لما اتاكد ان الدقيق اتحمر، والدقيق بيتحمر عايزين طعم. الطعم هنا بقى شويه جنزبيل حلوين، الله، هتخليها كده فيها سبايسي شويه واحنا بناكل، حلو. سنه هيل مع قرنفل حلوه، شفت بقى ده الجو، دي المدرسه اهو اهو. ما تكتريش عشان ما تقلبش معاك على ايه، عصيده، حلو الكلام اه. واحنا شغالين مع بعض واحده واحده، هننزل بعين الجمل المتكسره هنا اهو اهو، ودي بتحمر اهو اهو اهو، شفتي اهو، حلو قوي اهو. دي العجميه، حلو، دي اللي هنحشيها لكحكه العيله، ونحط شويه ريحه الكحك صغيرين كده اهو، يكفي زي الفل. ونقلب كل ده مع بعضه اهو. غذيها بقى، غذي العجميه بتاعتك، خلي العجميه بتاعتك انت في العيله رقم واحد. يقولي لك بص بقى، مرات حماده، مرات احمد، مرات محمود، مرات مصطفى، عينيا، لا لا دي العجميه حشوه هتتعمل دلوقتي كده، ونكورها صغيره كده ونحشيها للكحك اهو، نحمر كده لعين الجمل مع الدقيق، التحميره دي مهمه جدا اهو اهو. احنا معانا عجينه الكحك جاهزه، ومعانا كحك جاهز، ومعانا كحك خبزينه، ومعانا قرص طريه عاملينها، كل التفاصيل دي معانا. بس احنا بنتكلم على حاجات لازم مفيش بيت بيعملهاش غير هي حشوه العجميه اهو. احمر كده زي ما انا شغال كده اهو، التحميره دي لازم تاخد لون، استنى عدي لما تحمر مع عين الجمل بالشكل ده كده، وريحه المستكه شاممها، ريحه التوابل الحلوه العربيه اهو، مزيج نسيج واحد في قلب الطاسه. هتاخد عسل دلوقتي وتاخد شويه ميه حلوين كده اهو، وانا شغال اهو، معانا ميه مغليه اهي، واقلب، هتديك قوام اهو كمان شويه اهو، اقلب بس خلاص، اقلب كده زي ما انا شغال اهو، حلو اهو. البعض بيعملها بسكر، انا هعملها بعسل، وعسل زهرة البرسيم، مش هنجيب عسل غالي ولا اي حاجه، بتاعنا احنا اللي بنصدره للدنيا كلها اهو اهو. دي عايزه شويه ميه كمان، وانا شغال كده واحده واحده اهو اهو. عندي سمسم محمص جاهز زي الفل، بحط لها شويه سمسم اغذيها، يلا تحرمهاش، حلو.
وانزل بالعسل يا عم الشيب بتاعنا الحلو ده كده عليها اهو. اللهم صل على النبي. عجميه بالعسل وزهره البرسيم بتاع ارضنا مزارعنا. معروف ده زهره البرسيم ده معروف في اي مكان يقول لك ده مصري او الموالح بتاعتنا. سيبك من العسل الغالي عشان ما تقوليش بس انا ايه، والله العجميه بتاعتي هتطلع عسل الكيلو جايبينه ب50 والكيلو ده لا ب1000. لا لا ده كلام فاضي كله، خلي بالك خليك في عسل زهره البرسيم ده كده. والعجميه بتاعتك فيها السمسم المتحمص، فيها عين الجمل اللي اتحمصت مع الدقيق، فيها الفليفر الحلو اللي احنا حاطينه، المستكه دي اساسي طبعا. ونعجنها كده يا عم الشيف ونقلبها كويس ونسيبها لما تبرد ونشتغل فيها بايدينا، نكورها بقى كور صغيره كده حلو الكلام، علشان نعملها في المعمول، نعملها في الكحك، نعملها في كحكه العيله. هاخدها في كسرولة كده اهو زي الفل عشان عجنها بدأنا بالعجمية، هنحطها هنا كده زي الفل مخرجنا الجميل أساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. الله، دي بقى نستنى عليها لما تبرد شوية على ما نشوف هنعمل ازاي الكحك. أنا عملت العجمية، هعمل دلوقتي بس قبل ما اطلع الفاصل بعد اذنكم مقادير الكحك اللي هو العادي بقى، بس برضه بتفاصيله وله تركية حلوة كده هنعملها مع بعض. نسمع كلام الكبير ونطلع فاصل صغير، وانا مش هعمل حاجة في الفاصل، انا معايا كل حاجة ومعايا الجاهز ومعايا المخبوز وكل حاجة حلوة معانا النهاردة، ولقيت فرحة ولقيت كحك. الكلام ده في الريف المصري والصعيد المصري اللي بنوجه له تحية كبيرة من شاشة القناة الأولى. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والتفاصيل عندنا. انا حابب والله العظيم نعمل كل حاجه مع بعض، وانا معايا كحك مخبوز ومعايا كحك لسه ما اتخبسش. الحاجات دي لازم ان احنا نعرفها بالتفاصيل علشان عايزك تعملي الكحك النهارده والايام اللي جايه باذن الله علينا خير على طريقه الشيف المغازي. طيب معانا الدقيق، عيار الكحكه اللي احنا هنعملها مع بعض اللي هي كحكه العيله. هنستاذن الاستاذ رحاب مقاديرها تاني معلش عشان احنا معانا على الشاشه اهوت الدقيق اهوت زي الفل. بعمل حفرة فيه كده واحط السمسم. السمسم اللي تشتريه ما يكونش متحمر، سمسم ابيض. كحكة العيلة الكحك الناعم ماشي، هي نفس المقادير شفت السمسم انا حطيته، سمسم ما يكونش متحمر بتشتريه من عند الراجل. طيب انا حطيت فليفر، حطيت شوية هيل صغيرين مع رونفيل مع ريحة الكحك مع السمسم كل ده مع بعض، وعندي سمنة سخنة جدا. انا زمان وقعت في السمنه دي وانا لسه صغير طفل كده، حلو الكلام. كانت الحاجه بتعملها الكحك وجاي عمي يديني المصروف، اتعورت منها والله العظيم بتكلم الصح. السمنه دي عندك اطفال صغيرين ابعدوهم من المطبخ، لان دي درجه حرارتها عاليه جدا دلوقتي. هننزل بيها دلوقتي على فين يا شيف؟ على السمسم اهو. شايفه الجو ده كده اهو شايفها ازاي؟ كانه بينزل اهوت زي الفل وخلي بالك هنا تقلبي السمنه دي بمعلقه خشب او معلقه ضد يعني ننفع ان احنا نقلب بيها. الحاجات دي دلوقتي موجوده اهو، ونبسبس الدقيق في السمنه زي ما انا شغال كده ونحط عليه شويه بيكنج باودر صغيرين. كحكه العيله هعملها بشويه بيكنج باودر والخميره هنحطها دلوقتي متقلبه بمعلقه سكر وشويه ميه دافيين او شويه حليب دافيين زي ما انا شغال كده اوعى تدخلي ايدك دلوقتي خالص لغايه لما تحط ايدك كده تعرف ان هي بارده، لان السمنه سخنه جدا. عايز اقول حاجه، معلومه مهمه جدا، الخميره اللي انا حطيتها على معلقه السكر من العلامات المهمه جدا في عمل الكحك. اول ما تحط الخميره على السكر وتديكي رغوه كده ميه دافيه، اعرف ان الخميره دي بسلامه وامان وتشتغل معاك. لقيت الخميره مش مدياكي رغوه وما بتقولونها ما تغيرش بالشكل ده وكلكعت منك، اعرف ان الخميره دي واخده رطوبه وبقالها كتير عندك وانت مش بتستخدميها. الحاجات دي مهمه جدا على فكره، التفاصيل الصغيره دي كده خميره خلينا نعمل كحكه العيله دي عشان تلبنا كلنا وتجمعنا كلنا، وفرصه حلوه ان احنا نحط الصبح كده على الطاوله على الترابيزه على الطبليه كعكه اسمها كحكه العيله. بما ان احنا بنتفرج على قناه العيله قناه البلد، شايفين الكحكايه الحلوه دي كده اهي بتفاصيلها معايا اهي بدات تديها بقى شويه حليب دافيين او ميه دافيه الاختيار ليك. الاستاذ احمد اللي كان بيتكلم من شويه عن الدسامه والدايت، لو حطيت حليب يبقى الحكايه دي دسمه، عجنتها بميه دافيه يبقى انا بهرب من الحليب بما ان الحليب فيه شويه دسامه مثلا يعني. وانا شغال اقعد اعجن فيها كده لمده تقريبا 10 دقائق لغايه لما اتاكد ان الدقيق شرب من السمنه والسمنه بقت دقيق والشكل ده كده
والسخونية راحت بالشكل ده كده اهو. التفاصيل دي لازم عنها اهو. عشان كده انا بدأت بالكحكة دي نفس طريقة عمل الكحك، سواء ناعم، سواء بالعجوة، سواء بالتمر، سواء السادة، سواء بالجوز، سواء بعين الجمل. وفي ظاهرة شايفينها دلوقتي في المحلات بتاعت الحلويات، الكحك طالما فيه حشوة تلاقي سعره ايه حسب نوعية الحشو يعني. فانت اعملي في البيت وريح راسك، اعملي 2 كيلو دي حلوين قوي اهو. شايفين الشكل ده كده زي الفل اهي اهي اهي. انا عملته في طبعا في الايام العادية، شايفين العجينة اهي اهي اهي، بدأت العجينة تلم بتاعتي اهي. اعمل تركية حلوة بقى في كعكة العيلة، عندي سميت ناعم. السميت الناعم باخد شوية كده صغيرين جدا اهو، بيخلوا الكعكة بتاعتك فيها شوية خشونة مرملة. مش في حد كده من العيلة يقول لك والله كلت الكحك بتاع فلانة بنت فلانة الكحكة فيها ترميلة. الترميلة دي جت منين؟ هل السمنة البلدي تنيتها جوه الكحكاية لغاية لما بقت مرملة؟ لا، مع علاية سميت ناعمة زي اللي دي التفاصيل اللي بتكلم فيها. حتى العجينة شدت معايا اهي، وجود مع علاية سميت ناعمة جوه مقادير الكحك الناعم أو الكحك الخشن بتخلي لك الكحكاية مرملة. خلي بالك زي ما بنحط مع علاية سميت كده جوه عجينة بلح الشام، بيبقى بلح الشام مرمل. العجينة معايا اهي زي الفل، بخدم عليها كده اهي اهي، كحكة العيلة زي الفل، اللهم صل على النبي اهي. وعندي دلوقتي قالب على شكل قلب، الله اهي. السمسم بين ايديا والسمنة بين ايديا والريحة الحلوة اهي زي الفل. لازم عجان يا شيف؟ مش لازم اهو. ما تقوليش لجوزك لازم تجيب لي عجان عشان اعمل الكحكة، الكلام ده كله ايه عادي اهو. عندنا القالب اهوت اللي هو القالب بتاع الشكل الحلو ده كده، بناخد العجينة دي كده. التفاصيل دي حلوة معانا يا شباب اهو، وافرتها كده في قلب القالب بنفس الشكل ده كده، واسيب حرف كده داير ما يدور. والله العظيم لو تسمعي كلامي يا ست الكل، يا خالتي، يا عمتي، مش هنقول برضو عشان التكلفة، هي كحكاية زي دي ولا اتنين ولا تلاتة والحمد لله. صدقيني بجد والله. واعملي شوية قراقيش كده وشوية قرص حلوين، دول يقعدوا كده مع شاي بحليب الصبح وزي الفل. خلي بالك شيف المغاز بقى هيضيف حاجة حلوة قوي. ايه هي؟ عندنا تمر. الله، بعمل حاجة حلوة قوي. شفت انا بعمل ايه؟ اهو بجود بقى اهو فيها، يبقى عجمية وتمر اهو. ده عيلة سعيدة دي يا شيف اهو 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 بالشكل ده كده اهو، والفها كده اهو اهو. وحقوق الطبع لدينا بس، كله بيعمل كحك اهو. معانا الكحك اهو، الاستاذ المخرج شفيق رايح جاي عليه، والكرين جاي رايح جاي. حلو اهو. هاخد نفس الموضوع كده، احط هنا شويه واغطيها بالعجينه بتاعت الكحك. هتغطيها ازاي يا شيف عشان تحافظ على الحشوه ديت؟ اصبر على رزقك اهو. هجيب ايديا كده والم العجينه كده اهو كده اهو 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 اهو، واجي حاططها كده، واجي في الاطراف كده قافلها. ونفس القصه ده نص القلب، نيجي على نص القلب التاني اهو اهو. وعملت كحكه العيله، درجه حراره الفرن عندي يا مغازي 180، واحلى عيله في الدنيا كلها العيله المصريه لما يتلموا كلهم على طبليه واحده. ايه الحلاوه دي يا شيف اهو؟ وحته صغيره اهي مش هرميها اهو، احطها كده في النص، اللهم صل على النبي اهو اهو. واسويها كده واخبزها في الفرن دلوقتي وتطلع احلى كيكه. دي عايزه درجه حراره كام يا شيف؟ دي عايزه درجه حراره الفرن عندي 120، ونسيبها في الفرن يا عم الشيف. الله عليك بتفاصيلك يا شيف، الله عليك بتفاصيلك. ده قرنفل مع حبهان على الوش كده، ودرجه حراره الفرن عندي 180، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. ما تقول لنا يا مخرجنا دي مكانها فين؟ مكانها فين دي؟ مكانها فين في العيله؟ في القلب. هو ده هو ده اهو اهو اهو. دي تتحط في ارضيه الفرن اهو. اهي عيني اهو. يلا اهو قفلنا الفرن، نطلع فاصل وشفنا كحكه العيله. يعني اعتقد ان احنا شرحنا طريقه عمل الكحك. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع نشوف ازاي نعمل قرص طريه، ونعمل المعمول اللي بنعمله بالجوز او بعين الجمل. ده مشهور جدا ومعروف، وسعره غالي شويه لانه بياخد سميت وبياخد سمنه وبياخد حشوه غاليه. فاصل وهتروحوا بعيد، تابعوني. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع القرص الطريه. القرص الطريه دي لغايه دلوقتي لما بروح البلد باكلها من ايد اختي. اختي يعني طبعا اللي احتلت مكان امي الله يرحمها، ومفيش حد يحتل مكان الام، بس اختي الكبيره يعني احب اكلها من ايديها. حتى محشي الكرنب بالمناسبه احب اكله من ايديها. القرص الطريه احنا بنعملها زي ما اتصلت الحاجه من شويه والدتنا قالت الشرش دي لازم لبن رايب عشان القرص الطريه تطلع معاك طريه وحلوه. طبعا يعني انا عشان نتكلم الصراحه يعني لما اجي ناكل القرص الطريه مش الشيف يعملها في البيت، بنعملها بناكلها من ايد امهاتنا خالاتنا عماتنا الحاجات الحلوه دي. فبتعملها بالشمر، تعملها باليانسون، تعملها بالسمسم زي ما انت عايز. احنا معانا سرفيز او معانا صاج او صينيه عجينه هي زي الفل، بنخبزها بالشكل ده كده. ده طبعا قبل بتتحط كده تتخمر، وبتاخد خميره عادي خالص واللبن الرايب والدقيق والمقادير على الشاشه. نستاذنك يا استاذ رحاب، مقادير القرص الطريه على الشاشه بتفاصيلها عشان نقدر نعملها، وبنخبزها بالشكل اللطيف ده كده زي الفل. تمام، خلونا دلوقتي نعمل شويه معمول حلوين كده مع بعض، لان عايزين نعمل المعمول بالجوز ومعمول بالعجميه. ومقادير القرص على الشاشه بسيطه وسهله. المقادير معانا دقيق، معانا لبن رايب، خميره، تقدر عايزه تحط شويه شمر شويه ينسون ماشي شويه سمسم، والبيكنج باودر عشان تبقى العجينه هشه ولطيفه وزي الفل. وجود البيكنج باودر في القرص بيخلي لك العجينه عجينه اسفنجيه. انا هفتح لك دلوقتي مع بعض ونشوفها مع بعض اهو زي الفل. ده كحك معانا جاهز مخبوز اهوت، نخليه هنا كده. السرفيز مليان والحاجه كتير عيني. حاضر. طيب انا عايز اكسر لك واحده كده، ايه رايك تشوف التفاصيل ديت اهي؟ اشوف ليه البيكنج باودر يا شيف، ليه البيكنج باودر؟ اه ليه وجود البيكنج باودر في القرص الطريه؟ عشان تديك المسام الاسفنجيه جوه كده، تبقى العجينه طريه ولطيفه ما تبقاش مكتومه. الخميره بتعمل الجو ده، بس وجود البيكنج باودر والدليل على كده لما بنحطه في الكيكه بتخليها كيكه اسفنجيه اهو. فالقرص ده مهم جدا مع وجود اللبن الرايب طبعا ده مهم. خلونا نغرف السرفيس ده كده مع بعض سريعا عشان نفضل نفسينا مكان. اللهم صل على النبي. كوبايه شاي حلوه الصبح، شاي بالحليب مع قرصتين حلوين كده، نعيد على بعضينا. كل سنه وانتم طيبين اهو. دي القرص، ونوسع الصاج علشان نخبز فيه كحك العيد. دلوقتي مقادير المعمول على الشاشه نبص عليه كده. انا حطيت بيكنج باودر على السميد الناعم بالشكل ده كده وقلبته. انا بحط شويه بيكنج باودر مع السميد اهو. ده سميد ناعم اللي هو السميد بتاع البسبوسه عشان تبقوا عارفين. حلو الكلام. ومعانا دقيق. لكل كوبايه سميد بياخدوا معلقتين دقيق حلوين كده، دول كفايه قوي. نبص على كحكه العيله اخبارها ايه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، كحكه العيله تناديني. مقادير المعمول على الشاشه، المقادير على الشاشه بتاعه المعمول. حلو. كوب من السميد او كوبايتين من السميد بياخدوا معلقتين من الدقيق، خميره، بيكنج باودر. عايزه تحط مع عجينه المعمول اي ريحه كحك مفيش مشكله، تحط شويه جنزبيل ماشي، تحط شويه هيل حلوين زي ما انت عايزه. هنعمله بالعجميه، نعمله بالتمر. انا هعمل دلوقتي المعمول بالتمر، ومعانا التمر جاهز زي الفل اهوت، ونشوف ازاي نعمله في القوالب الحلوه بتاعتنا ويطلع مخبوز معاك وزي الفل. هنقلب دول مع بعض كده. دي سميد ناعم، خميره، بيكنج باودر. السمنه البلدي اخبارها ايه؟ جاهزه سخنه بتنادين اهي 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 اهي. خلي بالك دي سخنه اهي، نفس القصه اهي. شايفين الجو ده كده اهو؟ يا ويلي يا ويلي، ربنا يرحمنا منها. دي سخنه جدا خلي بالك اهو. يلا حلو، ونقلب. اوعى تنزلي بايدك خلي بالك اهو. تقليبه كده اهو، ما عندكيش دي استخدمي معلقه خشبيه اهو 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 اهو. وتبسبسيه زي الكسكسي كده اه. السميته الناعمه وتسيبيها تعيش شويه. المفروض نتكلم الصراحه يعني ان السمنه مع السميد ده تقعد ساعتين ثلاثه بعد ما نحط عليها السمنه البلدي ده ونسيبها. هتلاقي حبايه السميد دي اتحولت حبايه برغل وشربت سمنه كده وبقى زي الفل. كحكه العيله نفس مقادير الكحك اه، مع التفاصيل كلها المستكه. ودي الاول مره حصريا مع عجينه الكحك اه. شايفينها بعمل ايه؟ اه السميته الناعمه بتشرب السمنه البلدي اه اه اه
لغايه لما ايه لسه سخنه لسه سخنه. هعجنها بميه دافيه يا نعم زي مخلصين زي الفل تمام. انا بس عايز المعلومه توصل للساده المشاهدين. هننزل كده بالميه الدافيه واعجن. على الشاشه. لمت العجينه زي الفل تمام وسيبها كده سخنه. معلش انا هستحمل. والمقادير على الشاشه عينيا. والمقادير على على الهواء عشان الحاجه فوزيه ربنا يديها الصحه يا رب. اي خدمه يا حاجه. ده احنا نجيب لك الكحك من القناه الاولى ونيجي لغايه عندك يا اختي. احنا خدنا كلنا كحك هنا والله ربنا يكرمهم. شايفين ايه الحلاوه دي يا عبد الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ السبيت اهي زي الفل. والكحك كمان مقاديره على الشاشه. اي خدمه يا ست الكل. والقرص كمان يا استاذ رحاب الله يرضيك عليك في طريقك. وهطلع كحكه العيله دلوقتي. شفت العجينه حلوه قوي. تعالوا بقى نعمل واحده مع حضراتكم كده. زي الفل. نشيل ده كده. عايزين يا عم الشيف كحكايه حلوه. دي سمنه. اعمل حاجه حلوه كده هنا. شفت كده انا بعمل ايه؟ دول جايين لاول مره. والنبي يا استاذ شفيق بعد اذنك التركايه دي. ايوه هو ده. المعلومه الغير معلومه، لما تشتري دول لاول مره شارياهم من وسط البلد، وزي ما قلت لحضراتكم بيجوا الاجانب والناس الطيبه تاخد الحاجه دي من عندنا وتبيعها بسعر الدولار بره عشان تعرفوا الحرف اليدويه المصريه سعرها غالي. بتتاخديها بتحط عليها ام علمتني كده. تحط عليها سمنه. السمنه دي تستخدمها تاني وتشيلها على جنب كده. ونفس القصه هنا. دي البصمه نفسها بتشربيها سمنه كده. سمنه سخنه بقى بس سخنه افضل يعني. خلي بالك. كده البصمه جاهزه. اشيلها كده زي الفل واخدهم واروح عند الكحك. على فين يا عم الشيف؟ ونجيب الصينيه اللي هنغبس فيها الكحك مع بعض واحده واحده او المعمول عموما يعني. نشوف كحكه العيله اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. عينيا عينيا من غير ما اشوف كحكه العيله تزعليني تزعليني. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كحكه العيله طلعت معانا. اجيبها لك هنا؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ لسه. رؤيه وانا بفتحها عشان عايز اعمل تركيه كده. اللهم صل على النبي. دي كحكه العيله تركيه صغيره وانا شغال. ناخد السكر ده كده. لازم تجودي كده علشان جوزك واهلك الناس الطيبين يعرفوا انك انت بتعملي الحاجه بحب. ده سكر بودر حطيته هنا. الباقي اتحط سكر ايه قرفه ناعمه. موضوع لطيف وسريع وزي الفل. بقت كحكه العيله بالسكر والقرفه. الله عليك يا عم الشيف. حاجه عملناها هي السريعه وسهله. حاضر بس رؤيه وانا شغال. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه، كحكه العيله اللي تلم العيله كلها. وانا دلوقتي خلصت الحلقه بتاعتي. وكل سنه وانتم طيبين. واحنا بكره مع بعض برضو. اللي عنده سؤال في الكحك يقدر يسالنا. هنعمل البسكويت والغريبه والبيتي فور مع بعض بكره ان شاء الله. سيبونا اشتغل في المعمول. رؤيا فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.